علاش حنا المغاربه ما كنقدروش نعطيو الراي ديالنا في بزاف ديال الحوايج؟ كنقولوا لا راه غيضحكوا علينا الناس، او بمعنى اخر انت ما تيقش فراسك. انا راه ماشي يقش فراسي، ولكن كنخافوا يضحكوا عليا. راه هذاك اللي كتقول غيضحك عليا راه حتى هو كيفكر بحالك وكيقول حتى انت غتضحك عليا. كتلقى شي واحد مسكين محن من جهه شي دريه. زينب بغيت نقول لك شي حاجه، وين نحشت زينب راه تزوجات ولدات جوج وهو باغي يقول لها شي حاجه. زينب تزوجتي كش باغي نقول لك باش دخل الواتساب صحي لي برستك وباش ما تبقاوش تحشموا وتعبروا على الراي ديالكم، داروا واحد البرنامج سميتو بدون حرج. وفين الكاميرات؟ ايه بغيت تفرجوا فيك المغاربه كاملين. لا 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 ما قدرش انا نبين سناني قدام الكاميرا. راه هذه هي الفرصه باش تحيد منك الحشمه، وما تخافش ما غطيحش في احراج حيت هذا البرنامج اصلا سميتو بدون حرج. ترى حنا في هاد البلاد وانت راه ما عرفت والو، وانت راه حنا راه نضرب راسي انا ومن وصافي تمشي كامل كنتي خازنه. راه حنا